قالوا لنا عنه ان ابن يموت من صبا ولأنه سابق سنه والله هدا. قالوا لنا عنه ان ابن يموت من صبا ولأنه سابق سنه والله هدا. والحق دينه مبدأه ومنتهى ان ظل الموت متابع خطاه. صدق اللي قال ابن موت بيعشق الدنيا موت. صدق اللي قال ابن موت بيعشق الدنيا موت. ومواجهته للموت يزيدوا حياة. ما هو ابن موت من صبا. يا جدع الحق فوق القوة يا أهل العقول. وبقوة الحق أهل الخير يسووا البدع. يا صاحب الحق اسعى ورا وطالب وقول. كسر تابوت السكوت. صدق اللي قال ابن موت حياة. ما هو ابن موت من صبا. من كم سنة وانا يا الميال حبك انا اشكو الباب. من كم سنة وانا يا الميال حبك انا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحت أمرك يا باشا. أنا عايز الأستاذ جابر الخبرية. تؤمر يا عم. مساء الفل. أهلا وسهلا. إذا سعادتك يا باشا. الحمد لله. خير؟ أنا عايز أكتب مصلحة. أنا ليه حق عند ناس بقالي سنة مش عارف أجيبه. وأنا على استعداد أديك اللي أنت عايزه بس ترجع لي حقي ده. أنا آسف. بطلت الشغلانة دي من زمان يا حاج. لكن يا أستاذ جابر. يا حاج بطلنا. افتح لنفسك أنت. بص يا استاذ جابر، ده عنواني وتليفوناتي، فكر انت بس ولو غيرت رايك كلمني. يا حاج ما بنشتغلش فيها خلاص. فكر بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو ما بنشتغلش فكر بس. ازيك يا ليلى؟ تعبانة شوية يا جد. خير يا ليلى في ايه؟ لا ليلى ايه؟ قولي يا مناجي. هو انت ايه؟ حامل. هجيب لك خواجة صغير. مبروك يا ليلى. مبروك. انت مش فرحان ولا ايه؟ مش فرحانة ازاي بس يا ليلى؟ انت عارفة ان انا كان نفسي نجيب عيل منك. طب امال مالك؟ مش عارف، قلبي مقبوض. ليه يا حبيبي؟ خايف.
خايف من مجهول يا ليلى، مش عارف الواد ده مصيره هيبقى معايا. والنبي هتبقى حلوه، بس انت قول يا رب. الله كريم، الله كريم يا ولد. مبروك. كلتي؟ لا. اعمل لك انا. هو ده جلال اللي قد ايه؟ تحت. ما تفكك بقى جابر من اسم ناجي، ده بقى موضه قديمه. سمي هيثم ولا تعمل الاسماء الجديده دي. لا يا اخويا، مش هسمي غير ناجي، في اغلى منك يا ولا عشان نسمي عليه. وبعدين ليلى كمان مصره تسمي ناجي. لحد انت بقى ما تتجاهل عنه. بتتجوز ربنا يكرم، بس لقيت بنت الحلال وانا مش هستنى خالص. صحيح يا جابر، يعني عملت لك كشف حساب بمبيعات المحل كلها الفتره اللي فاتت، وما شاء الله مبيعاتنا كل يوم عن يوم بتزيد عن اللي قبل. قول يا رب. يا رب. صحيح يا جابر، يعني عايزك تعمل نسخه من مفتاح المخزن، علشان لما يجي زبون مش كل شويه نستنوا لما انت تيجي عشان تفتح لنا باب المخزن. ما انت بترجع من شغلك اخر النهار، اعمل انا ايه؟ ها؟ اسيب بقى البضاعه لجلال ونادر؟ دي حاجه ناس. والمال السايب يعلم السابق. عندك حق يا ابن عم. وعلى العموم يا سيدي نعمل نسخة مفتاح وتبقى في جيبك. تمام. سلام عليكم. أهلا يا مناجي. ازيك يا جلال؟ ازيك يا عماد؟ جايبة لكم أكلة سمك معايا هتاكلوا صوابعكم وراها. تسلم إيديك. بقول لك يا ليلى، المفروض إن أنت ترتاحي عشان أنت حامل، مش كل شوية تنزلي. يا عم صلي على النبي وتعالى اقعد وقول بسم الله. سيبك منه، ده عيال خايبة. يبقى لازم نقل عليها عشان نقدر. يلا يا ناجي. يا سلام على الفتنجان المخلل. يا سلام. تسلم ايديك يا ام ناجي يا اميره. يا رب السمك يعجبكم يا رب. هيعجبنا طبعا، مش انت اللي فين؟ جابر الخواجه وليلى عبد المحسن عبد السلام. انا جابر الخواجه يا باشا، ودي ليلى مراتي. خير؟ معانا اذن بتفتيش المعرض. تفتيش ليه يا باشا؟ بتفتشوا المعرض ليه يا اخويا؟ عندنا معلومات بتقول انك بتتاجر في المخدرات انت وجوزك. مخدرات ايه يا باشا؟ احنا كدب والله يا باشا، ده احنا عمرنا ما مدينا ايدينا للقرش الحرام. هنقوم نتاجر في المخدرات؟ اهدي يا ليلى عشان اعرف ايه الحكايه. الكلام ده مش مظبوط يا باشا. هنشوف. فتشوا المعرض. الباب ده قريب. ده باب المخزن يا باشا ومفتاحه. افتحه. اتفضل يا باشا. شوف يا ابني قريب. تشرب ايه يا باشا؟ لا ملوش لازمه. نادر شوف الباشا يشرب ايه. يا ابني مكانك، محدش يتحرك يا ابني. تمام يا باشا، لقينا الحاجات دي. الله، كل ده حشيش؟ مش بتاعنا يا باشا، والله العظيم ما بتاعنا. ما هو باين، انتوا باين عليكم تجار جمله. كمان دولارات. الله، ده مزيفه. مش بتاعتنا يا باشا، والله العظيم مش بتاعتنا. كله هيبان. يعني البلاغ ما طلعش كاذب اهو. هاتهم يا ابني انت اهو. يا جابر يا يا نصيبتي يا خرابي. معلش يا اختي. معلش يا ابني. معقوله جابر اخويا بيتاجر في المخدرات؟ في الدولارات المزيفه كمان؟ طب ازاي؟ ده عمره ما قبل على نفسه قرش حرام. اكيد اكيد اللي عمل الملعوب ده اللي ما يتسمى اللي اسمه حسين بينتقم منهم عشان ليلى ما اتجوزتوش. خلاص، يبقى انا اروح اخرب بيته واكسر المحل على دماغه ودماغ اللي خلفوه. احنا مش ناقصين مصايب، كفايه علينا مصيبه واحده. شوفوا هنحلها ازاي. بنتي، هتقولي بنتي دي حامل يا ناس؟ يا دي المصيبه، انا بنتي تخش الحجز وتبات في الحجز؟ على العموم هما هيتعرضوا على النيابه بكره الصبح. وهنستنوا ايه؟ نروح نشد لهم محامي. انا جاي معاكم. يلا. كان قلبي حاسس ان فلوس جابر دي جايه من سكه، استغفر الله العظيم، مش نظيفه. تعرف تقفل بقك؟ بقك ده اقفله.
السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. فين يا سلطان؟ يا راضي، الأراضي الجديد اللي اسمه جابر ده هروح أقشطه وأخد اللي معاه. أنت عارف ده مين؟ ده جابر الخواجة. إيه جابر الخواجة ده؟ يعني بيعمل إيه؟ بيلعب شعلباز؟ يا سيدي مش كده بالظبط، لكن حاجة كده زي أبو حمادات بتاع الزمان، شغلته إنه يرجع الحقول لأصحابها اللي مش قادرين يجيبوها. فتوة يعني؟ مش بالظبط، لكن واخد على الشقاوة والبلطجة ومحدش بيقدر عليه. بلاش، أنت مش قده. ايه الاراضي اللي انت بتقوله ده؟ انا مش قده؟ انت جننت؟ انت متعرفش انا مين؟ يا عم انت مين ايه بس؟ اسمع كلامي، ده واحد بقى خلي بالك ما بيتهوش ومش هتقدر عليه. ما يخرب بيتك ما خولتلي دماغي، وانت شايف ايه يعني؟ اسمع كلامي يا صاحبي، احسن لك تصاحبه. صاحبه؟ انا صاحب ده؟ ايوه تصاحبه، بدل ما يكسر لك ضلع ولا يفتح لك قرن ويبقى هو رئيس العنبر علينا. طب اتنايل على عينك بقى، ما كانوش كلمتين قلتهم. يلا غور هناك. نور يا خواجه. اه يا يا بنتي كفايه، حرام عليكي عشان اللي في بطنك. شفتي اخوكي عمل فيا ايه؟ شفتي؟ انا كنت قلبي حاسس، انا سالته على الفلوس دي، قال لي وحلف لي بحياتي انها حلال، اتاري حياتي ولا تسوى عنده. اهدي بس يا ليلى، والله العظيم جابر بريء ومستحيل يعمل حاجه زي كده ابدا. ازاي مفاتيح المخزن معاه هو لوحده؟ محدش بيخش المخزن غيره. وبعدين جابر اعترف على نفسه خلاص، عاوزين ايه تاني؟ ضحك علينا كلنا واكلنا الاونطه. يا اخوانا يا اخوانا حرام عليكم، جابر اعترف على نفسه زور عشان يخرج ليلى من القضيه. كفايه كفايه، والنبي مش عايز اسمع اسمه، مش عايز اسمع اسمه، بكرهه. يا ريت لي ما وافقت اني ارجع له تاني، يا ريت لي ما وافقت. انا ايه اللي خلاني اعمل كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. انا مش عارف جابر هيخرج من المصيبه دي ازاي. ساكت ليه يا ناجي؟ ما دفعتش عن ابن عمك وصاحبك ليه؟ جابر بريء يا مروه، واني متاكد انه بريء، ولازم كلنا نعرفه انه بريء، واني هثبت لكم كلكم انه بريء. ايه ده؟ ماشي. ايه يا عم انت هتقش بالشايب؟ قش بالشايب. هو مش الشايب ده الكبير بتاع كوتشينه؟ الكبير يا سيدي. يبقى هو اللي يقش، انتوا اللي بتلعبوها غلط. العب زي ما بلعب. اهو هو ده. بتشتغل مع شمس الهدار؟ انا بشتغل معاه في المنتجع السياحي بتاعه في الساحل الشمالي. بشوف حاجات في المنتجع دي ايه عجب. بيقابل هو هناك مسؤولين كبار ويعمل لهم ليالي ولا الف ليله وليله. عايش عيشه ملوكي ولا سلطان زمانه. وكل ده بفلوس ايه؟ الناس اللي بيشغلها لهم في توظيف الاموال. ده غير سفرياته بره بقى على اليخت بتاعه. طب وانت هنا ليه يا عم سالم؟ يوه الشقة السنين اللي فاتت كلها والغربة في إيطاليا، اشتريت بيها يا عم شقة صغيرة في المعمورة، جيت أدخل لها عداد كهرباء قالوا لأ ما ينفعش، العمارة دي مبنية على أرض ملك الدولة. مش بتاعت المالك يعني؟ خالص، ولا إحنا كنا نعرف، ولما هي مبنية على أرض ملك الدولة، سابوا صاحبها يبنيها إزاي؟ لبسها طاقية لخفة؟ صح عندك حق. وبعدين يا سامي؟ ولا قبلين، السكان كلها طلبت تدخل عدادات رفضوها. راحت الناس كلها سحبة كهربا من وصلة كهربا معدية قدام العمارة في الشارع. يا نهار اسود، دي قضية سرقة كهربا يا عمهم. مش عرفني، انا رجعت من الساحل على اسكندرية في اجازة، لقيتهم حاكمين عليا بست اشهر، قبضوا عليا وجابوني هنا. طب وصاحب العمارة؟ لا ولا حصل له حاجة ولا اي حد قرب منه. بقول لك راجل واصل، ليه ناس كبار حبايبه. ما هي دي بلدنا، اللي يسرق أرض الدولة يسيبوه ويعظموله، لكن اللي يسرق لمبة ينور بها لعياله يعلقوه ويجيبوه هنا. هو دي آخرتها،
اتحبست هنا وعليا سابقة، يبقى الظلم ده ولا مش ظلم؟ بقولك يا سيد، انت من ساعة ما اتحبست ما حدش جه زارك، مالكش أهل في اسكندرية ولا إيه؟ أنا مقطوع من شجرة، هما شوية قرايب بعاد كده ولا يعرفوني ولا أعرفهم. قول يا رب يا سالم، قول يا رب. يا رب بس ماليش فيه، ولا ماليش فيه. بقولك إيه يا الأراضي؟ الواد اللي اسمه سالم ده باين عليه متريش قوي، وانا ايدي بتغرشني عليه. سيبه دلوقتي وبقى استفرد بيه بعيد عن جابر، وبقلبه خد اللي معاه. يا دي جابر اللي انت عارفني بيه، هو انا كل ما اقول لك حاجه تقول لي جابر جابر؟ طب يا عم لما نشوف اخرتها ايه مع جابر، وانا هوريك اخرتها ايه. صاحبك طلع تاجر مخدرات ومزيف عمله كمان. خلي العروسه تفرح وتتهنى بيه بقى، مش هو ده اللي سابتني عشانه؟ ربنا خدلك بتهرب منه. عملتها حسين؟ عملتها؟ ايه ده؟ انت تاني؟ ايه دي اللي عملتها فيه ايه؟ انت هتستعبط يا حمك، المغرز اللي اتعمل في جابر محدش يعمله في اسكندريه غيرك انت، وانا مش هنحلوك النهارده غير لما تيجي معايا نيابه وتعترف. يلا نيابه ايه يا جدع؟ نيابه ايه واعترف بايه؟ يلا انت اتجننت ولا ايه؟ يلا هطلب له فلوس النقد ده. مش هتلحق. يلا ارجع معايا. اه يتقدم يا ويتنقل. ليه يا جدع؟ ده انا عرفت منه هو وبنت خالته اللي من يوم ما عرفتها ما شفتش من وراها غير المصايب. ليلى؟ ليلى؟ دي طلعت ليلى سودة. مش هتنزل فسحة ولا ايه؟ لا مش ناوي النهاردة. انا لما اكلمك ياد تفوت تقوم تقف على حيلك. لا يا شيخ، انت عايز ايه بالظبط؟ اقولك انا عايز ايه. الساعة اللي في ايدك دي شكلها غالي قوي وعجباني، ما تجيبها. اه انت رايح فين يا حليل؟ ادخل الحمام زي اخوك. انت هتجيب ياد الساعة اللي في ايدك دي ولا سايح دمك؟ مش هديك حاجة. هتجيب الساعة وكل الفلوس اللي في جيبك، يا إما تشاهد على روحك يا حبيبي. يا شاويش. شاويش مين؟ محدش هينفعك هنا يا جابر. محدش هينفعك هنا يا شاويش. محدش هينفعك يا جابر. هات ياد الساعة. كل سيبه كل سلطان. بقولك هات الساعة اللي معاك. سيبه، مالكش أنت دعوة بقى يا جابر. أحسن لك، أحسن أجيب أجلك أنت كمان. أجلي؟ أجل مين يا عم سلطان؟ قول يا رب. اسحب ارحمك، ابين لك فك دروسك يا لا باص. عم جابر ما كنتش اعرف انه يخصك. لا يخصني يا حاج. اوه يا باشا، ايه اللي بيحصل هنا ده؟ عايز افتش الواد يا باشا. انت وهو حبس انفرادي لمدة اسبوع. تؤمر ما عليك يا باشا. ايوه انا جار جابر الخواجة. تقول ايه؟ معرض الموبايلات النار ماسكة فيه؟ معرفتوش تلحقوه؟ يا ساتر يا رب. حاضر هبلغهم حالا. مع السلامة. والله انا مش عارف اقول لك ايه يا جابر، انت انقذت حياتي بجد. انت لو كنت جيت بيها متاخر كان الواد سلطان ده خلص عليا. اني دخلت التأديب بسببك. المهم ان انا خصمته ونقلوه عنبر تاني. وسهلة سهلة يا عم سالم. والله انت راجل جدع، وانا عمري ما حنسلك الجميل ده طول عمري. لو طلبت مني عناية حديها لك. قول يا رب يا عم سالم. يا رب.
ولو ان خلاص انا حاسس ان انا هموت في المخروبه دي. تموت ايه يا عم؟ ده كلها شهر على السخان وخارج. يا جابر انا راجل متعود على الحريه والبحر والسماء والهواء، مش متعود انا على الحبسه دي. حبسه؟ حبسه يا سالم؟ امال اللي حاسس انه هيقضي عمره كله في السجن وهو بريء يعمل ايه؟ جابر ليك زيارة. عيني يا غالي. قادر شويشك. وحشتني قوي. طمني جابر، انت بخير؟ انا كويس يا امه. ايه اللي جابك يا امه؟ مش قايل لك بلاش امه يا سعاد؟ قلت لها ما رضتش. ليه كده بس يا امه؟ ده بنقعد نعد الايام والليالي لحد ما يجي ميعاد الزياره كل مره عشان اشوفه. عاوز تحرمني اشوفك يا ابني؟ وانا مش عايز اشوفك يا امه، بس انت تعبانه وصحتك مش مستحمله وانا كويس مش محتاج حاجه. بس انا بقى ما بتردش فيا الروح الا لما بشوفك واخدك في حضني. ربنا يخليك ليا يا امه. ازيك يا سعاد؟ زي ابنك وجوزك؟ الحمد لله كويسين، مش ناقصنا غير انك تبقى معانا يا جابر. وانت ازيك؟ انا كويسه يا اخويا. طول انت كويس. على فكره احنا جبنا لك كل لوازمك، وماما عملت لك المحمر والمشاوي، وانا حطيت لك فلوس في الكانتين عشان لو عوزت تشتري حاجه كده ولا لا. وانا جبت لك العيش والحلاوه وانا مجرد. انا مش عايز حاجه غير كده والله العظيم يا ابني. بقولك يا جابر، انت هيفضلوا ساكنينك كده من غير ما يحكموك ولا ايه؟ ايوه يا ابني، بقالك كام شهر محبوس اهو. طمني يا امي، طمني، انا نازل جلسه اخر الشهر. يا رب يا رب براءة يا رب. مدعي لك ليل نهار يا ابني، ربنا يفك سجنك ويرفع الظلم عنك. ده انت عمرك ما ظلمت مخلوق في حياتك. ايوه النبي يا امي، هو النبي تدعي لي ربنا يخليك ليا. انت ما عرفتش مين اللي عمل فيك كده يا جابر؟ دماغي مفتوحه بالتفكير يا مروه، مش قادر اوصل. بس انا غالي قوي عند الناس دول عشان يضحوا بالفلوس دي كلها عشان في الاخر البس انا قضيه اتجار. هو صحيح يا جابر الفلوس الكتير اللي معاك دي يعني خدتها من الراجل اللي انت كنت بتشتغل معاه واديت له الارض قصاد الفلوس دي؟ يا سعاد، هو احنا اللي هنشكه في جابر ولا ايه؟ ما هو اصلا الناس بتتكلم وانا بفكر. سامحني يا اخويا، بس انا نفسي اعرف. ربنا هو اللي عالم بيه يا اختي. ان شاء الله تظهر براءتك يا اخويا قدام الناس كلها وترجع لنا وترجع لمراتك كمان. ليلى ما جاتش معاكم اليوم؟ أنا قلت لها يا جابر من الزهرة اللي فاتت إن أنت عايز تشوفها، بس هي صدقت إن أنا تاجر مخدرات. معلش يا جابر أعذرها، أصل اللي حصل ده إحنا ما كناش متوقعين. نزلت مصيبة على دماغنا كلنا وهي مش داريانة باللي بيحصل. معلش. على فكرة احنا روحنا للمحامي وهو قال ان مفيش أمل. مفيش أمل. هم أولاد الكلب اللي دبروا لي الملعوب ده عرفوا ازاي يلفوا حبل المشنقة حوالين رقبتي. عمال تفكر في حاجة. صح صح يا سالم، الحاجة دي محدش هيقدر يساعدني فيها غيرك. ساعدك؟ ما لقيتش غيري، ده انا محبوس في نفس الزنزانة اللي انت فيها. انت كلها اسبوعين على السخان وخارج يا سالم. اوعدني انك هتساعدني في اللي هقولهولك. بس كده؟ اوعدك يا سيدي.
من غير ما تعرف انا عايز منك ايه. عيب يا جابر، انت لو طلبت مني رقبة اديها لك. تعيش يا سلام تعيش. ايه احكي لي بقى، بتفكر في ايه؟ بفكر في حوار اهرب بيه من السجن. تهرب؟ تهرب ازاي يا جابر؟ ما قداميش حل تاني، لازم امشي. بص، انا هضرب حقنة الجاز دي في رجلي، ساعتها هينمني المستشفى، وهناك ربك يحلها. جاز في جسمك يا جابر، انت كده تتسمم. قضي الامر يا سالم، خلاص ما عنديش حل تاني. المهم هضرب الحقنة ازاي وقد ايه، واللي عايزه ربك يكون بقى. طب انت معاك فلوس؟ طيب محتاج فلوس؟ ناجي جاب لي فلوس، ما تقلقش. ربك يستر يا جابر. ايه يا جابر؟ في ايه؟ بسرعة يا سالم بسرعة، لو ما لحقتنيش هقطعه رجلي. بسرعة يا جدعان. يا رجالة جابر الخواجة حيطلع. ماما الغدا جاهز، ومين اللي نفسي للأكل يا طلاهي؟ يحرم عليا الأكل والشرب من بعد حبس أخوكي. يا رب يا رب فرج كربه وفك سجنه. انت عارف انه بريء يا رب، وما يعملش اللي بيتهموه به ده ابدا ابدا يا رب ابدا. لسه وقتي، المحل قرب يخلص. غيرهولي. حاضر يا شاوشنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا، نورت الدنيا. طب
ايه سلامتك بتعرض ليه؟ رجليها شد عليا بس. الف سلامه. بس تصدق انت ابن حلال يا جابر عشان جتني والفيله مش مشغوله، مع ان غلاوتك عندي وغلاوتك عندي. اتنين عرايس ضاربين ورقه عرفي وكانوا مكلميني على اساس يعملوا دخلتهم هنا في الفيلا، بس معاك انت لما كلمتني ما اقدرش اقول لك لا. تشكر يا عم رزق. لا يا عم اشكر ايه، ده انت حبيبي. اهولك شويه الدنيا النهارده مولعه. ثانيه واحده. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه النور ده يا عم؟ ايه ده؟ هو انت لا مؤاخذه بقيت في سلك الداخليه وانا ما اعرفش؟ لا دي كانت حفله تنكريه يا عم رزق. مسخره يعني؟ مسخره. لا ما انا ليا في المسخره، انا مؤاخذه. ما عندكش جرايد النهارده؟ جرايد؟ انا هعمل ايه لا مؤاخذه بالجرايد؟ انا لا بعرف اقرا ولا اكتب. وبعدين ما تاخدنيش في دوك يا اخويا، انت كنت فين المده دي كلها؟ ده انا بقالي كذا شهر ما شفتكش. معلش يا عم رزق كنت مشغول شويه. طبعا ما انت مشغول على طول. اخبار الموز اللي جت معاك اخر مره ايه؟ كانت كده. اتجوزنا يا راجل. الف الف مبروك. طب ده كلام برضه مش تقول لي يعني لما تيجي تتجوز وتفرح تنسى عمك رزق وحلاوته؟ حلاوتك مش شايله يا عم رزق، يومين وديها لك والله. جدع ايه؟ يومين ايه؟ ده مطرحك تيجي وقت ما انت عايز. بس عدم المؤاخذه يعني، هو انت مش بتقول اتجوزت، هتقعد تعمل ايه معايا؟ خناقه يا عم رزق، ده معاها خناقه، ما انت عارف النسوان. اسمع يا عم رزق، هي ما تعرفش ان انا هنا. عيب يا جدع، عيب، سرك في مين؟ انا عارف يا عم رزق. معاك موبايل؟ معايا محمول، تاخد؟ شكرا يا عم رزق. جابر انت بتتكلم منين يا عمال؟ استر يا رب، هات العواقب سليمة يا رب. وهيكون بس هرب راح فين؟ وهروبه هيفيد بإيه؟ إذا كان هو بريء يستنى ويقول الكلام ده قدام المحكمة، وبعملته دي هيصعب القضية أكتر وأكتر. يا ترى أنت فين يا ضنايا؟ وعامل إيه دلوقت؟ وكان مستخبي لك ده كله فين بس؟ كفاية يا أختي، كفاية يا أختي يا أم جابر. الدكتور قايل لك الزعل والعياط عشانك وحش. قومي يا اختي، قومي ريحي جوه شويه. ارتاح ازاي بس والراحه هتجيني منين؟ يا ما نفسي اشوف اخوك واخده في حضني واطمن عليه ان شاء الله اموت بعدها. يا ماما حرام عليكي بقى، بعد الشر عليكي كل شويه تدعي على نفسك كده. برضو يا ليلى، كده برضو يا ليلى يا بنتي. يهون عليكي جابر، جوزك وحبيبك وحشره عمرك، تسيبيه في المصيبه دي وما تساليش عنه؟ الناس بتبان على اصلها في المحن. يلا يا مروه يا بنتي روحي شوفي مذاكرتك. انت من يوم اللي جرى لاخوكي لا بتروحي الكليه ولا بتفتحي كتاب. مذاكره ايه بس يا ماما؟ مين اللي نفسه لمذاكره في الظروف دي يعني؟ طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا استاذ جرجس، ما عندكش اخبار عن ابني؟ اخبار؟ الاخبار بس هتجيلي منين يا حاجه؟ ناجي هو مرصد اني قصدك في مصلحه، هنروح ونخدم الناس حبايبنا. طب يلا بينا بعد اذنكم. جابر ازيك يا ولد؟ وحشني يا ابن عمي، انا مبسوط قوي اني شايفك قدامي بخير. ها كويس ولا ايه؟ انا زي الفل يا ولد. طم جابر خاف يكون موبايلك متراقب يا ناجي، عشان كده كلمني في الورشه وطلب مني انك تجيله هنا. انا هسيبكم عشان تاخدوا راحتكم في الكلام. وده معقول يا جرجس؟ ده انت صاحبي وابن حتتي. وبعدين كفايه انك مصدق اني بريء يا جرجس. يا عمنا لو الدنيا كلها قالت عليك انك مزور ولا تاجر مخدرات انا اللي يمكن اصدقهم؟ اداني معاشرك ومحدش يعرفك قدي. تعيش يا جرجس تعيش. تعالى كبير. امي واخواتي اخبارهم ايه؟ يعني مش هنكدب عليك يا جابر، حالتهم وحش قوي وزعلانين اخر زعل، واللي زاد وغطى لما انت هربت بقوا خايفين وزعلانين اكتر. على مهلك. وليلى
معذورة. حملها عامل ايه؟ زي ما انت عارف هي في السابع والحمل تعبها قوي مع الظروف اللي حاصلة دي. ربنا يا رب يتمم لها على خير ويعديها لها على خير. بس انا اموت واعرف انت هربت ليه؟ عشان مش هتعرف تجيب براءتك وانت جوه السجن. وهو انا عارف من خصم يا ناجي. انا لو كنت عارف من خصم ما كنتش سبته. يا ترى حسين ولا فخري بيه ولا الامير ورجالته ولا واحد بقى من اللي انا خصمتهم بسبب حقوق الناس اللي رجعتها. انا مخصم ناس كتير قوي يا ناجي. بعدين انا مفتاح المخزن بنشيله في جيبي. مين بس اللي قدر يحط لي الفلوس المزوره والمخدرات في المخزن؟ مين؟ وانت ناوي على ايه يا عمنا؟ وانا عندي حل يا جرجس. لازم اثبت براءتي. يا عم هتثبت براءتك ازاي وانت هربان والحكومه قلب عليك الدنيا؟ ليها مدبر يا ناجي. المهم انا عشان انفذ اللي في دماغي عايز مبلغ كبير شويه. كام يعني يا جابر؟ 10,000 جنيه. يا حضره يا ام النور 10,000 جنيه ده مبلغ كبير قوي. انا لو معايا انت عارف مع بس انت عارف انت ادرى واحد بظروف. شايلينك للتقيله يا اسطى. ما تقلقش يا جابر انا هجيب لك الفلوس، هجيب لك كل اللي انت عاوزه. هتعمل ايه؟ مالكش فيها، هتصرف انا. هتعمل ايه ولا قول لي؟ سيب على الله. سيب على الله يا جابر. هو انت ما لقيتش حد غيري تهرب وتستخبى عنده الا انا ومأكلني الاونطه؟ ما انا هنديك فلوسك يا عم رزق. وبعدين انت مش فارقه معاك. اتنين ضاربين ورق الجواز عرفي، واحد خارج من السجن، ما تفرقش بقى. لا يا حبيبي الكلام ده ما ينفعش عندي. انت تتكل على الله دلوقتي وانا هبلغ عنك البوليس. يابا بوليس ايه بس وحكومه ايه ده يا عم رزق؟ يا حبيبي مالكش دعوه، ما تتدخلش انت. يا عم ما تدخلش ازاي؟ اقول لك ابن عمي بدل ما فرتك لك وشك. ناجي ناجي ايه ده؟ خلاص يا عم رزق، خلاص انا همشي. وادي فلوسك اهي يا عم رزق. عاوز 10,000 جنيه ليه يا ناجي؟ عاوزهم ليه وهتعمل بيهم ايه؟ انا عاوزهم في مصلحه كده يابا. ايوه مصلحه ايه دي اللي تخليك عاوز 10,000 جنيه؟ تكونش عاوز تتجوز بيهم وانا مش واخد بالي؟ لا، 10,000 جنيه ما يكفوش جوازك. وبعدين انت لا يمكن تفكر في المساله دي وجابر ابن عمك في المصيبة اللي هو فيها، صح؟ ولا أنا غلطان؟ يابا دي فلوسي وأنا حر فيها. وقت ما قلت لي هات الفلوس عنها لك في البنك يا ناجي، قلت لي وقت ما تعوزها هتلاقيها، صح ولا لأ؟ وأنا عند قولي والله العظيم حظ الله بيني وبينها، فلوسك كنت حر فيها. بس لازم تقول لي يا ناجي عاوزهم في إيه؟ قلت لك عاوزهم في مصلحة وخلاص يابا. أيوة، إشمعنى المصلحة دي ما ظهرتش إلا دلوقت؟ بعد جابر ابن عمك ما هرب، صح ولا انا غلطان؟ يبقى اكيد انت عاوز ال 10,000 جنيه عشان تديهم لابن عمك جابر، صح ولا انا غلطان؟ صح يابا. يعني بتشوفه وقابلته بعد ما هرب؟ يابا انا انت ايه يا اخي؟ انت ما بتفهمش، انت عاوز تودي نفسك في داهيه. انت ما تعرفش ان اللي يعرف مكان مجرم ويتستر عليه دي تعتبر جريمه؟ يابا جابر ابن عمي وصاحبي وما اقدرش اسيبه في المحنه. هو جابر ده عاوز منك ايه يا اخي؟ بعد اذنك يابا لو سمحت عشان خاطر ابنك ناجي بكره الصبح تيجي معاه البنك وتسحب لي الفلوس بتاعتي انا عايزها. انا مش هروح معاك بنوك ومش هديلك فلوس ومش هتشوف ولا مليم. براحتك يابا براحتك، أنا هتصرف. أخوك ده مش هيهدى ولا يرتاح إلا لما يدخل السجن أو يجيب أجلي. كفارة أبو سالم. جابر وحشة. انت اكتر يا جابر، طمني عامل ايه دلوقتي؟ في نعمه والله يا عم سالم، الحمد لله لحد دلوقتي كله ماشي زي ما انا عايز. طب الحمد لله، اديني جات لك اهو يا سيدي في الميعاد والمكان اللي اتفقنا عليه. امرني بقى. لا انت شايلك للكبيره، هتروح مني فين؟ انت بقيت قدري خلاص. حبيبي يا جابر.
عليك وحشة والله. حقك يا أستاذ عبد الله، عرفت ترجعه ولا لسه؟ مين هيرجعوه؟ إذا كانت الحكومة بجلالة قدرها ما عرفتش ترجعه. إحنا بقى مستعدين نرجعهولك. بجد؟ صحيح. طب بس جابر يابا جابر ملوش دعوه بالحوار ده خالص نهائي، انا ولوسطى جرجس وبقيت حبايبنا هنرجعوا لك حقك على دار مالين، بس بشرط تدفع لنا مقدم 10000 جنيه من نسبتنا في الفلوس اللي هنرجعوها لك. 10000 جنيه يا عم ما تقلقش، في ايه مالك؟ الله احنا مش جايين ننصب عليك يابا. لو انت قلقان اني مستعد نمضولك على وصل امانه، لو اني ما رجعتلكش حقك تشتكيني بيه. استبينا انا موافق، بس بعد اذنك يا استاذ عبد الله اني عايز ال 10000 جنيه الليله. طب وحقي يجي امتى؟ كبير يومين يابا، ما تقلقش احنا مش نصابين. ماما حبيبتي يلا عشان تاكل. اكلي ايه يا بنتي؟ عدي لي نفسي ياكل ولا يشرب؟ لا والنبي يا ماما عشان خاطري لازم تاكلي عشان تاخدي الدواء. يا ريت اموت وارتاح من اللي انا فيه ده. يا ماما بعد الشر عليكي ما تقوليش كده بس. يا ترى اعمل ايه يا ضنايا؟ يا ما نفسي اشوفك واخدك في حضني واطمن عليك. ان شاء الله موت بعدها. يا ماما بعد الشر حرام تدعي على نفسك. يا ماما حرام عليكي نفسك، انا حاسه جابر هياخد براءه ان شاء الله، دي اول جلسه في المحكمه بعد كام يوم، وحاسه انه هياخد براءه لانه مظلوم. ياخد براءه ازاي وهو هربان حتى لو كان مظلوم؟ عندك حق يا بنتي، هو من امتى المظلوم بياخد حق؟ ما كانوش قالوا ياما في الحبس مظالم؟ كنا زمان بنقولها كده واحنا مش حاسين بيها، لكن ما يعرفش مرارتها غير اللي جربها. ايه ده؟ انتوا حطيتوا الاكل من غير ما تقولوا لي؟ ده الاكل لما بيبرد ما بيبقلوش طعم. يلا يلا بسم الله. كل كل، ما انت ديني ما بتفكرش في حاجه غير بطنك. الله العظيم. اهلا يا عم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تعال كل ده. هو ما افتكرت تيجي تسال علينا من ساعه اللي جرى لابن اخوك؟ ايش حال ما كنتش عمه؟ كنت عملت ايه؟ هو ناجي ما جاش هنا؟ لا يا عمي ما جاش. لا جه، بس انت ما شفتوش عشان كنت نزلتي الكليه. جه وقعد وشقر على ماما، بس انا ما لحقتش اقعد معاه لان كنت ملخومه في المطبخ. هو في حاجه يا عمي؟ امال يعني هيكون بات فين ليله امبارح؟ هو ناجي ما باتش في البيت امبارح ليه؟ انت اتخانقت معاه تاني؟ في ايه يا ابو ناجي؟ انت مخبي علينا ايه؟ اصل ناجي كان عاوز مني 10000 جنيه عشان يوديهم لجابر. جابر؟ هو ناجي يعرف مكان جابر يا عمي؟ صدق اللي قالت لمو دي عشق الدنيا مو. الله لا يسكت له صوت، والله هو الحق ومالك الملكوت. وانسد فساد الدنيا والصول يحرم علينا السكوت وكل حي بنموت. صدق اللي قالت نموت يا عشق الدنيا موت. صدق اللي قالت نموت يا عشق الدنيا موت.
حلم حلو ننام ونصحابه، وعشان نحق الحق نسعى فضياه ونرد حق الخلق لاصحابه. يحرم علينا